ناخد التليفون. ام عبده. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اهلا بحضرتك منوره الشاشه. ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. الله يبارك لك يا رب. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا ام عبده، ازيك؟ الله يبارك في حضرتك. ما عايزه اسال حضرتك سؤال. ابني في كليه، مخلص كليه بسم الله ما شاء الله، وعنيف جدا معانا انا ووالده. كل ما اكلمه ولا انصحه بيكلمني بعنف جدا، بيتطول علينا في البيت. بايه؟ بالكلام ولا بالايد؟ لا بالايد، بالانفعال، ممكن بالزق، ممكن يوصل لكده. المشكله ان اخواته بيعملوا برضه زيه. اخواته اصغر منه؟ فاشمعنى هو بيعمل طب هو بيشرب حاجه؟ لا متاكده؟ لا 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 الحمد لله. طب هو القصه دي يا ام عبده من زمان ولا جدت يعني مع الجامعه؟ لا هو زاد بعد ما خلص الجامعه، يعني وزاد حاليا قوي. طب هو بيشتغل؟ ان انا منعت معاه كلام، كل ما اجي اكلمه ممكن ما اكلموش نهائي. فبقالي حوالي 3 4 شهور مش بتكلم معاه نهائي. بيشتغل؟ بيشتغل في مجال التعليم، يعني الكليه اللي هو مخلصها. تمام. ساكن معاكم في البيت؟ بيفضل بقى ينزل حاجات على يعني على حياته اليوميه على الفيس، فكل اللي بيشوفوه دول ما شاء الله، يعني ده عند معاكم ما شاء الله حاجه كويسه جدا. فانا في البيت هنا عندي بلاقي حاجه غير كده نهائي، لدرجه ان انا ازاي؟ قولي لي هو بينزل ايه وانت شايفاه ازاي؟ انا شايفاه كويس جدا، يعني اي حد بره يشوفه ايه ده ما شاء الله تبارك الله. طب امال ايه؟ معاكي حاجه كويسه جدا. اول ما بشوفه حتى بيخش البيت بحس، بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحس ان حاجه مقفوله كده منه. حتى ممكن مره يقول لي السلام عليكم، الف مره ما يقوليش السلام عليكم. فناس كتير اتكلمت معاه فانا مش عارفه اوصل معاه. بيعتذر ولا ما بيعتذرش؟ نهائي. لو ممكن ما تكلمنيش تاني، يعني حتى ما فيش بينا لغه حوار. مين قريب منه؟ ما فيش. هو اصحابه بس انا ما اعرفش عنهم حاجه يعني. طب والده وعلاقته بيه ايه؟ بيسايس كتير برضه، بينفعل على والده كتير، بس هو بيسايس كتير، بيقول لي خليكي طول في البال معايا. فانا يعني طب رد فعل بابا ايه لما بيتطاول؟ بيفضل طيب إيه انت بتعمل كده ليه؟ طب اهدى، طب كده، بيفضل يعني. ورده بيكون ايه؟ ورده بيكون انا ما بيكونش ليا معاه لما هو بيقول بتعمل يعني. طب اقول له بتعمل كده ليه؟ رده بيكون ايه؟ انتوا مش بتعاملوني كويس، انتوا بيجي انتوا مش بتعاملوه كويس فعلا؟ انتوا مش بتعاملوه كويس فعلا؟ نعم؟ انتوا مش بتعاملوه كويس؟ لا ما عاملينه كويس، هو شايفنا وحشين. ايه يعني اللي مضايقه معاكوا؟ ايه اللي مضايقه منكوا؟ انا كاره عيشتكوا، انا مش عايزه اعيش معاكوا، انا هتعلم اخلص تعليمي وهسافر. ماشي ما عندناش مانع. ايه أنا بقى؟ حتى لو جيت اتكلمت معاه انت ما تكلمنيش خالص، ممكن ما تتكلميش معايا نهائي. انتوا بتفرقوا بينه وبين اخواته؟ لا الأصغر. بالعكس هو كبير و ايوه الاصغر انتوا بتفرقوا بينه وبين الاصغر؟ انتوا شايفين الاصغر؟ لا الاصغر عشان يعني اخواته صغيرين فمدللين شويه، ممكن مثلا يمد ايده عليه، هو ممكن يضرب حد فيهم، فانا بنفعل عليه. فانفعالي ده بقى ممكن ما تتكلمش معاه نهائي، وبتقعد بكام شهر ما بنتكلمش بعض. طب انت بتدلعي الصغيرين وهو صغير كنت بتعملي معاه زي ما بتعملي معاهم؟ اكتر بكتير، بس هو شايف حاليا على طول احنا وحشين على طول. بينه وبين اخواته قد ايه؟ هو كبير ما خلص جامعه واخواته الصغيرين يعني 6 7 سنين كده. واخته في ثالثه اعدادي. نتائجه الدراسيه كويسه ها؟ جدا وما شاء الله اللهم بارك. اي حد يشوفه يقول بسم الله ما شاء الله، ده انت حاجه كويسه جدا. طب الناس اللي بره محسسينه قد ايه هو حد كويس وانتوا دايما بتنتقدوه؟ بس ما فيش انتقاد بينا والله، انت ما تكلميش معايا نهائي، يعني انا بشوفه داخل عليا كده. ما هو ده المرحله اللي احنا وصلنا لها، انا بتكلم عن اللي قبل كده. اللي وصلته النهارده بقى كده. هو الدلع، ممكن يكون دلع جامد، فانا حاليا مش عارفه اتكلم معاه، وان انا اكلمه مش عارفه حتى يبقى في بينا لغه حوار، ان ممكن ما تتكلميش معايا نهائي، بيقفل اي حوار بينا. وانا بشوفه كده كاني بشوف حاجه يعني، بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصراحه، قفلت من ناحيته، ويعتبر انا بطلع من حاله كره جامد ليه. ده ابنك. انا مش عارفه ايه الحل. طيب اين يا ام؟ الحقيقه زي ما قلت يا استاذه لميا، اكيد ال 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 اللي هي الطريقه والاسلوب اللي هي بتتكلم بيه ده واصل للولد. وفي لميا انت قلتي كلمه في الاخر لما الاستاذه قالت اعوذ بالله من الشيطان لما بشوفه، الكلمه دي انت قلت لها ايه؟ ده ابنك يعني. ولا انا كنت لسه بقوله من شويه انه الام تدعي على ابنها. اذا وصلت الام لدرجه من
مش عايز اقول كلمه مش هقول كر، عدم تقبل خطيره جدا. الموضوع ده خطير جدا ومؤسف جدا، واذا وصلت ليه وارد يعني مقلب القلوب، بس ده نادر يعني. وانا شايف القصه دي على فكره في ظلم شويه، بس اوعى تبوح بهذا. انت اللي قول لنا على الهوا دلوقتي ظلم للولد، على الولد اللي قول لنا على الهوا دلوقتي ان انا اعوذ بالله كاني شفت شيطان رجيم، نو واي ان هو لازم يكون قال الكلمه دي بشكل او باخر قدام الولد. فلما انت ابنك لمية تقولي له يعني ده انت كانك شيطان، او استغفر الله العظيم، او اعوذ بالله، او دعيتي، او الحاجات الجامده قوي دي، كل ده بيعلم طبعا. لا وبيوصل لك بقى انا عندك ايه. وتقارن ده بالعيال الصغيره الحلوه اللي قالت برضو لفظ رمزي، ام عبده مش قالت هي ام عبده ولا قالت مدللين شويه، ما هو مش هتقدر على الهوا تقول كده. مدللين دي يعني هو شايف نفسه، شايف مقامه ومقامهم. انا عايز اقول حاجه في 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 نمط الاي دي اتش دي او نمط الاندفاعي شويه بتاع بعض الشباب والولاد اللي هو بيبدا من يعني اعدادي او حاجه زي كده او ابتدائي، هو دايما نقد وتوجيه وارشاد ونصايح وحاجات كده، فهو شايف نفسه مش حلو دايما. اللي تقعدي توجهي طول النهار وتنصحي فيه ده انسان، ودي عاده غلط عندنا احنا يعني. الكلام لام عبده ما تقعدش تنصح كتير، اديني نصيحه بس النصيحه الدايركت الواضحه قوي مع الاولاد مش هتنفع. انت عايز تبقى نصيحتها انا مره مريت بتجربه حصل معايا كذا، ده ممكن. لكن تقول يا ابني لا تفعل وافعل ولا تفعل ودو دو نوت، دي بتخلي العيل يعني انت اولا حوارك مش حلو. الدعوات عليهم قدامهم وتمييز المعامله، انت معاكي ولد حلو جدا، هو ليه كره وليه عايز يمشي وليه عايز يسيب البيت؟ ليه البيت طارد للسكان؟ لانه الناس بره متقبلين وشايفينه حلو. ليه البلد هو بيقول لها انا عايز امشي خالص اسافر؟ بالظبط بالظبط. في الاي دي اتش دي نقص تركيز وفرط حركه، في سيناريو، في ثلاث سيناريو، منهم سيناريو انك انت فعلا بره بتبقى مثالي جدا، جوه مش عدواني ولكن بتبقى عارف ان انت في وسط اهلك وبتاع، وزي حط عليهم حبه دلع من اللي قالت عليهم، فتلاقي نفسك انت ايه، ما انتش منظم، مهرجل، مندفع، بتقول كلمه كده، لكن بره بتلتزم، فالناس معجبه بيه بره. ودايما احنا متعودين ان احنا في سيناريو تاني اللي هو ايه، اللي هو يعني بنروح للمدارس او الجامعات نقول لهم ده ابننا حلو، ده ابننا كويس، ازاي انتوا بتقولوا كده؟ يعني المدرسه العكس، بره وحش وجوه حلو. فيجي الاب يقول للي بيشتكوه استدعاء ولي الامر، يقول والله العظيم ده هادي في البيت ما بيعملش حاجه، ده سيناريو تاني. فالمفروض السيناريو المحظوظ هو انك انت تبقى بره كويس وجوه يعني فاكك شويه مع اهلك. فده سيناريو محظوظين على فكره، لان بره لو كان بره، والله لو كان ابنك ده بره بيعمل كده كنت حضرتك هتلف حوالين نفسك. فهو دلوقتي في البيت ليه بيعمل كده؟ جزء منها واخد عليكم وانتوا دلعتوه وشايف ان انتوا لا هو شايف كمان انه الناس بره كلهم بيمدحوا فيه، وهي بتقولك ما شاء الله هو بره البيت كويس جدا. ما هو لازم توصلي له، ما تخليهوش يحسسيه ان هو شخصيتين. ليه ما بتعجبوش بيه؟ واشمعنى معجبين بالعيال الصغيره؟ ولما لميا سالت قالت انتوا صغار كنتوا بتعملوا كده، قلنا والله خد حقه اكتر من حقه، هو خلاص الموضوع انتهى؟ لا ما انتهاش، ده انا بدلع ابني، لو ابني سفير هقعده على حجر.